هذه منطقة القلعة اللي هي دي، هذه عاد ما ادري تشوفونها قلعة صلاح الدين. اروح لها هذه شوي. قسم شرطة الخليفة حاجات. هذه القلعة، هذه كلها القلعة شايفينها. حلاوتك في حي الخليفة، شركة الشارع وحي الخليفة. زي ما انتم شايفين يا اخواننا العربيات فوق بعضيها، الله تخاف من سواقتهم هنا صراحة. شوف زكى دكتور. شكرا. لا لا شكرا. وهي دي القلعة، وده دوار الخليفة. عارف هذا المسجد ايش؟ هذا مسجد ايش؟ مش عارف بصراحه. مسجد والله كبير وحلو بس مش عارف صراحه، مش عارف.